من بيوت الناس انجمعت خيوط الحكاية للعام الثاني على التوالي، تجتمع الكلمة والموسيقى على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون ليقول لزواره هنا لنا. التذكر قد يكون نعمة أكبر، لأن الأمة التي تتذكر تاريخها وإرثها الثقافي تعزز الثقة بنفسها وتمتلك إرادة الانطلاق. هالعام الرسالة الفنية الاجتماعية اللي بتحرص على تنظيمها بشكل فني لائق مبادرة أحباب يا بلدي، وبيقدمها عراب هنا لنا الفنان القدير دوريد لحام، حتبلسم جراح وتفرح قلوب الجنود المجهولين بحلب. اللوحات الفنية اللي قدمها هنا لنا نتذكر هالعام حملت رسالتين، الأولى لنتذكر روح مؤسس المسرح أبو خليل الأباني من خلال الموشحات الغنائية يلي أدتها فرقة جلنارة ورافقة الأداء الغنائي للفنانة صاحبة الصوت الدافئ ميادة بسليس والمطرب خلدون حناوي. الرسالة الثانية اللي ضمنها الجزء الثاني من الحفل كانت عبر تذكر وأحياء مسرح الشوك وتحية لروح الفنان عمر حجو عبر خمس لوحات، كان أبرزها عودة تجسيد الفنان دوريد لحام لشخصية غوار الطوشة على المسرح بأحد اللوحات. عاد 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 أخي يا خلتي، أنا عم طول بالي عليك كثير. يا بي دخيلك يا بي. لا تعالي هون، لا تعالي عندي. لحظة لحظة، تعالي شوف. الله يريحك. وقام الجدود، ها نحن جينا لما دعينا، ها نحن جينا لما دعينا إلى الخلود. عام عن عام تكبر الفكرة وبتحمل الرسالة الفنية الإنسانية خيرة لكل المحافظات السورية، وبيبقى نقول هنا لنا. لما دعينا ها نحن جينا لما دعينا إلى الخلود. للعام الثاني على التوالي يجتمع الفن الراقي مع رسالة الخير في هنا لنا اثنان نتذكر، لتكون الكلمة هذه المرة لجنود المجهولين في حلب. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عوضي.